الحقيقة نادي أوكلاند سيتي، نادي أوكلاند سيتي واحد من أهم الأندية اللي موجودة في العالم. ليه؟ لأنه نادي أوكلاند سيتي أكتر نادي لعب في بطولة كأس العالم للأندية. نادي أوكلاند سيتي انسحب للمرة الثانية على التوالي بسبب جائحة كورونا. خليني أقول لحضراتكم البيان الصادر من نادي أوكلاند سيتي. هذا البيان كان يوم 31 ديسمبر 2021 أعلن فيه عن انسحابه من كأس العالم للأندية. قال البيان: أبلغ النادي الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه في ضوء انتشار فيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي في نيوزيلندا، فإن النادي لن يتمكن من المشاركة في كأس العالم للأندية 2021. بصراحة هنفتقد الحقيقة أوكلاند سيتي، لأنه أصبح ضيف أساسي ورئيسي في كأس العالم للأندية منذ أن تم أو بدأت هذه البطولة وحتى الآن. طيب دلوقتي الحقيقة معنا من خلال سكايب جوردون واتسون المتحدث الرسمي باسم نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي. هنتكلم معاه عن تفاصيل الانسحاب ومن بطولة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة. طيب مستر جوردون واتسون، أهلا بيك طبعا على شاشة قناة النادي الأهلي. معنا يا شباب، أشكركم شكرا جزيلا، هو من دواعي سروري أن أكون معكم. أهلا وسهلا. في البداية خليني أعرف لماذا ينسحب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي؟ هذه أمور للأسف متعلقة ببعض الأمور الحكومية والإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا وأيضا متغير أوميكرون، وبالرغم من ذلك كنا يمكن أن نشارك في البطولة، ولكن بسبب انتشار أوميكرون فقد تم فرض بعض الإجراءات الاحترازية الصارمة ربما، ويمكن أن نذهب إلى دولة الإمارات ونترك نيوزيلندا ولكن ونشارك في البطولة في كل المباريات، ولكن المشكلة في العودة إلى نيوزيلندا بسبب الحجر الصحي طويل المدى، فكان سيكون من الصعب الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية الصارمة والحجر الصحي الطويل كما قلت، فلم يكن لدينا خيار سوى الانسحاب للأسف. طيب مستر جوردون، الدوري في نيوزيلندا اعتقد متوقف بقاله من السنه اللي فاتت والسنه دي على ما يعني ده اللي انا عارفه، هل ده صحيح؟ نعم هذا صحيح. عندما انتشر فيروس كورونا في 2020 تم وقف المباريات والدوريات بسبب هذه الإجراءات الاحترازية وبسبب انتشار الفيروس، ونفس الشيء كان العام الماضي، كان لدينا بعض المنافسات ولكن كانت هناك توقفات كثيرة، وتم وقف الدوري بصورة كبيرة، وكانت هذه ضربة قوية لنا وضربة لكرة القدم في بلدنا، وربما جعلنا هذا نتراجع خطوات كثيرة إلى الوراء، وكان هذا شيء مؤسف للغاية. ما هو ده اللي أنا كنت بسألك عليه أو ده اللي أنا كنت هسألك عنه، يعني أعتقد أن ده بيعيد كرة القدم في نيوزيلندا إلى الوراء خطوة واثنين وثلاثة وليس خطوة واحدة فقط، لأنه أوكلاند سيتي يعني أنا نفسي في 2005 أو 2006 لعبت ضد أوكلاند سيتي، فيعني من الأندية اللي معروفة على العالم بسبب كأس العالم للأندية الحقيقة، وبالتالي الواحد كان مهتم جدا يعرف أن إزاي لمدة سنتين ما تلعبش كرة قدم، وانا عارف ان هناك شغف كبير جدا في نيوزيلندا بلعبه كره القدم، وبالتالي ازاي ده يحصل لمده سنتين؟ اعتقد شيء كتير جدا. المشكلة الأساسية لدينا هنا الآن فيما يتعلق بالبطولات مع بطولة الأمم الأفريقية، هناك أيضا الكثير من البطولات، ومن السهل أن تتحركوا في بين الدول،
ولكن لدينا الدولة معتمدة على جزر، وهناك جزر، ولهذا يصعب التنقل والسيطرة هنا تكون صعبة ربما. فالمباريات إقامة المباريات تكون إقامتها يكون من الصعب للغاية. إذا انتشرت فيروس أو انتشر فيروس كورونا في إحدى الدول، قد ينتشر بصورة كبيرة، وهذا يظهر من خلال الأرقام التي يتم إصدارها. ولهذا تم استبعاد الكرة العالمية عنا في بعض الأوقات، وهناك أيضا اختلافات بين الأقاليم المختلفة. نحن نحاول وضع نظام، ولكن كانت دائما هناك توقفات مستمرة وتعقيدات في الحقيقة. ولكن أود أن أقول أننا نحاول أن نلعب بعض المباريات بين الحين والآخر، ولكن الاستمرارية هي الصعبة، وأيضا فيما يتعلق بالمدربين واللاعبين. ولكن الموقف بشكل عام أكبر مننا ربما، وهذا يؤثر بصورة كبيرة. والوضع ليس كما هو في مصر. نحن مضطرين أن نرضخ لهذه الأمور. طيب، مشاركة النادي الأهلي، كيف ترى مشاركة النادي الأهلي للمرة الثامنة في كأس العالم للأندية واقترابه من تحطيم رقم أوكلاند سيتي في عدد المباريات بالبطولة؟ الأهلي نادي خاص ونادي مميز للغاية، حتى خارج قارة أفريقيا. ومن المباريات، كانت هناك مباريات لينا أمام النادي الأهلي وفي مواجهة النادي الأهلي، كانت هذه مباراة هامة للغاية، وكنا نلعب في أجواء عالمية، وكانت هناك فرص كثيرة في هذه المباراة. المباراة كانت مليئة باللحظات الخاصة، بالرغم أننا خسرنا في النهاية، ولكن أعطتنا فرصة لأن نتقدم إلى الأمام وأن نتحسن فيما يتعلق بأدائنا. وهذا التحسن ظهر فيما بعد في الكثير من المباريات التي فزنا بها، فزنا على الكثير من الفرق الأفريقية، وهذا كان له تأثير إيجابي علينا. وأن يصل الأهلي إلى هذه المرحلة وأن يظهر بهذه الصورة حاليا، ولكن من وجهة نظري كل هذه الأرقام القياسية وضعت لكي يتم تحطيمها. وأعتقد أن الأهلي إذا كان لديه الفرصة أن يقتنص هذه الفرصة ويكسر الرقم القياسي، فلا توجد هناك مشاعر معقدة، لا توجد هناك مشاعر من قبل أوكلاند سيتي. هذا إنجاز كبير لفريق مثل الأهلي، والموضوع هو في النهاية هو مسألة فوز، وكل فرقة لديها الحق في أن ترغب في أن تفوز. وهو كما قلت، هو فريق مميز ليس فقط داخل القارة الأفريقية ولكن خارج القارة الأفريقية. إذا ما نظرت إلى جودة اللاعبين ومستوى اللاعبين ومستوى الجمهور، وبالنسبة لنا نحن نحيي هذا التقدم. أبرز ذكرياتك بقى مع أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية وتحديدا أمام النادي الأهلي. في الحقيقة إذا كنا نتحدث عن المباراة التي لعبناها أمام الأهلي، كانت ربما منذ 15 عاما، كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا، وفي ذلك الوقت لم نكن لعبنا في مباريات عالمية خارج منطقتنا، وكنا نلعب مع الأهلي، وكانت هناك الكثير من الأسماء، أبو تريكة، محمد شادي، وكان أبو تريكة أسطورة بالنسبة لمصر. وجلسنا 11 يوما قبل المباراة، وكنا نحاول أن نقود فريقنا بطريقة معينة، لأن لم نكن نريد أن نخسر، أو
نقلل من نفسنا. وأتذكر أنه في المباراة أن كانت هناك الكثير من التحديات، وكانت هناك وظائف بعض اللاعبين في أن يسيطروا على أبو تريكة على سبيل المثال، ولكن أبو تريكة كانت له تكتيكه الخاص واستراتيجياته الخاصة. وكانت لدينا لاعبين حاولوا السيطرة على مجريات الأمور، ولكن كان من الصعب. كنا نحاول أن نخرج من المباراة متعادلين على الأقل، ولكن في النهاية الفريق الأفضل هو من فاز في النهاية. وأعتقد بالنظر إلى المستقبل فيما يتعلق بجماهير جماهير الكرة المصرية وجماهير الكرة الإفريقية وجماهير النادي الأهلي، فإن المستقبل لنرى ما سيكون المستقبل. سيكون وضع فرص جديدة وفرص أخرى، كل هذا سيتحدد داخل المستطيل الأخضر. كل هذه الأسئلة تطرح أمامنا الآن، ولكن مباراة أخرى مع الأهلي بالتأكيد ستكون مميزة للغاية. توقعاتك بقى للبطل كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة؟ وبرضو عايز أسألك سؤال هام جدا فيما يخص، أنا عارف معرفش أنت تعرف ولا لا، أن هناك تعارض في المواعيد ما بين نهائي كأس الأمم الأفريقية وما بين أولى المباريات في كأس العالم للأندية. هل عندك علم بهذا الأمر؟ ولو عندك علم ليه الموضوع ده، أو ما حل أو ما الحل لهذا الموضوع؟ تعلق ببطولة الأمم الإفريقية. أعتقد لا، فيما يتعلق ببطولة الأندية يمكن أن ننظر إلى تشيلسي، فقد أحرزوا الكثير من البطولات. وتشيلسي إذا نظرت إلى الدوري الإنجليزي ربما كانت هناك مانشستر سيتي، هم أبرز الفرق في الكرة فيما يتعلق بالتمويل وفيما يتعلق بالفرق أيضا. وأعتقد المباريات التي سيخوضها الأهلي ستكون صعبة ربما للغاية فيما يتعلق ببعض المباريات التي سيخوضونها أو سيخوضها الأهلي. وهناك أيضا الكثير من الفرق ربما ستصل إلى النهائي، ولكن بالنسبة للأهلي المسيرة ستكون صعبة ولكن ليست مستحيلة بالنسبة لهم. كأس العالم للأندية كانت هناك الكثير من المفاجآت به. في 2013 كانت هناك الفرق التي فجرت الكثير من المفاجآت، والكثير من الفرق وصلت إلى النهائي دون أن يكون ذلك متوقع. فالأهلي لديه الكثير من الفرص لأن يصل إلى مستوى كبير في هذه البطولة، وسيكون الأمر متروك لهم أن يسيطروا ويقتنصوا كل الفرص. تمام، يعني جوردن واتسون المتحدث الرسمي باسم نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي، أشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا وعلى كلامك المحترم والجميل الحقيقة عن النادي الأهلي.